انت كحسام بقى، لو فشل العلاقة دي في نسبة منه تتحملها انت؟ اكيد. هيبقى كام في المية؟ عشان ابقى فير يعني 50-50 اكيد. ده كده فير؟ اه طبعا. مفيش حاجة، بس زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل مش انا مش بتكلم عن الانفصال، انا بتكلم عن القصة، عن الحدوتة. عايز اقول لك حاجة، الناس قالت لك حسام بيتحكم في شغل الشيء، انا عمري ما اتدخلت في شغل الشيء. الناس قالت لك حسام